النشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. من أمام مقر ولاية سليان انطلقت مراسم جنازة الشهيد النقيب في الجيش الوطني يوسف الدريدي الذي استشهد أمس ثراء انفجار لغم في المنطقة العسكرية بالقصرين، انطلقت في اتجاه منطقة مديونة حيث مثواه الأخير. وقد شهدت جنازة الشهيد يوسف الدريدي تجمعا شعبيا كبيرا حضره الأهالي وأمنيون وسياسيون ونقابيون. وفي ثكنة الهندسة بمنزل جميل في مدينة بنزرت، أشرف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصفى بن جعفر أشرفا على موكب تأبين شهيد الوطن النقيب يوسف الدريدي الذي استشهد أمس بجبل الشعامبي أثناء محاولته تفكيك لغم. وقد حضر هذا الموكب أفراد عائلة الشهيد وعدد من الوزراء. وفي القصرين وعلى إثر الأحداث الأخيرة التي أدت إلى استشهاد النقيب يوسف الدريدي، نظم الأهالي وقفة مساندة لمجهودات قوات الأمن والجيش الوطني في تصديهم للإرهاب. استشهاد نقيب من الجيش الوطني يوم أمس أثار من جديد مشاعر المساندة والدعم التي لطالما تحل بها أهالي ولاية القصرين تجاه المجهودات الأمنية والعسكرية في مقاومة ظاهرة الإرهاب. الأمن بصراحة راه مضحي وثم ياسر مجهودات وحتى من المواطنين موجود، فهمتني كذا. احنا كمجتمع مدني اذا كان ما نقفوش وقفه صحيحه ضد الارهاب وضد الواحد، معناها تونس باش تضيع، تونس راهي لينا الكل. مسانده تجلت منذ صباح اليوم بتنظيم عدد من اهالي الجهه وقفه مسانده وعرفان بالجميل لشهداء الوطن من الجيش والامن الوطنيين. حركه لهذه اللي عملناها في اطار دعمنا للمجهودات الامنيه، ولا في اطار دعمنا كيف للجيش الوطني في دفاعه على الطابع السلمي المدني للبلاد هذه. دعم لا مشروط لقوات للمؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه في دفاعهم عن تونس في تصديهم للارهاب، ونحن مجندين مستعدين نضحوا بابنائنا بكل شيء. الاكسيون تاعنا اليوم هو ان نقولوا لكل مواطن حر ابي في القصرين راهو ماناش مستعدين كونه تستباح أرضنا، راه ماناش مستعدين كونه كل مرة تراق الدماء في جبل الشعامبي وما نحركوا حتى ساكن. العمليات الإرهابية التي تشهدها جهة القصرين ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقافة جديدة فيما يخص علاقة المواطن سواء بعون الأمن أو الجيش الوطني، ودعمت من ترسيخ ثقافة المواطنة لدى كافة شرائح الجهة. إلى موضوع آخر، واحتفالا باليوم الوطني للمعوق انتظمت في مدينة جملة من ولاية القبلي تظاهرة تنشيطية ثقافية رياضية حملت شعار المعوق وتحقيق الذات. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعوق انتظمت بمدينة جملة من ولاية قبلي تظاهرة تنشيطية رياضية ثقافية تحت إشراف الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بجملة والمنظمة الدولية للإعاقة، تظاهرة تحمل شعار المعوق وتحقيق الذات. وقد ضم البرنامج العديد من الورشات للرسم والصناعات التقليدية والبرعات اليدوية. هو عمل يكون ايد مع ايد باش نحاولوا الوليدات هذوما والاشخاص المعوقين ان ندمجوهم ادماج اجتماعي وادماج مهني ادماج تعليمي. الجمعيه واحده كي نقولوا جمعيه قادره، صيب جمعيه والولي والمجتمع المدني والسلطه وكله لازم يتوحد ان شاء الله لخدمه المعوق. تحقيق الاستقلاليه الذاتيه والمشاركه في الحياه الاجتماعيه. جمعيه مازالت جديده، معناتها كي بدينا نخدموا اول عام سنين، ومعناتها العدد ما شاء الله مازال يتكاثر، معناتها عندها تو 22 منتفع بالجمعيه. كانت حافله الانترنت المتنقله واحده من المحطات الترفيهيه المحبذه لهذه الشريحه الاجتماعيه. يجبني كي ندخل المواقع ونشرشي نجبد برشا بحوث. يعني اعطيتها لعبه قلت لها شكون اللي نحسبوا الاثنين انا وياه، شكون اللي يوصل ال20 الاول هو اللي يربح، وافكتيف ما يعني هو يعني ربحني. ليبقى ذوي الاحتياجات الخصوصيه ينتظرون احاطه اجتماعيه ما زالت غائبه. ماش حتى واحد معاوني من غير باباها من غير اني، توا الاداره اللي هني ما يعطوهاش،
كما نقولوا توا محبسها في الواقع معناها توا عندها الحق المعاق في شهريه معناها بالنسبه لبنتي ما عندها حتى شيء. الوضعيه نتاع المعاق لازم فما لهوه فما حتى المعاق عنده اهتمامات في نفسه عنده تقدم هي عاملين لي هكا الكرني الابيض هكا المجاني ولكن انا ظروفي طيبه على الاخر وعندي 7 صار ما فيهم هذوما 3 مرضى كل شيء الامور تعبه على الاخر. فكل ما تحتاج هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخصوصية هي مزيد من الاهتمام والتفاف كل الأطراف من العائلة والمحيط الاجتماعي والسلطة المعنية وضمان الحق المعنوي قبل إعطائهم جملة حقوقهم المادية والدستورية. كما لا جريد عينات من الأشخاص المعوقين ذهنيا أب لطفلين نجح في الاندماج في المجتمع بفضل رعاية عائلته وإرادته رغم الإعاقة. كمال الجريدي أحد الأشخاص القاصرين ذهنيا لربما الناظر إليه من أول وهلة سيلاحظ ذلك لكن إن تتبعت تفاصيل حياته ستجد أن لا فرق بينه وبين الإنسان السوي. هو يعمل حارسا لمركز ابن عرفة لتنمية القدرات الذهنية بمدنينة متزوج وله طفلا. نخدم حارس مدرسة متاع متخلفين ذهنيا ونمشي نشد الصباح 8 ونكمل مع الساعتين وعندي ذرية وليدات. كمال تحدى إعاقته وتأقلم مع حياته المهنية والعائلية أصبح يقوم بواجباته ويطالب بحقوقه. بالنسبة لكمال واجبة معناها شخصيا معناها في التعامل معه يعرف حقه ويعرف حقه واجبة وحتى كي يظلم حد ولا حاجة عارف معناها حقوقه وواجباته وكي يغلط ولا حاجة يجي ريتاري يستأذن يقول راني عندي ظروف عائلية قناعة وإرادة وتأطير من المركز ظروف جعلته يتخطى جميع الصعوبات. ساعات مثال تجيني ظروف هيك في تجيني معناها ظروف لكن الحمد لله يعاونوا في أخواتي وأهلي الحمد لله معناها. كمال الجريدي هو عينة من الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية نجحت في بناء حياتها المهنية والعائلية. هذا النجاح لعله يكون رسالة واضحة للمجتمع بقبول هؤلاء الأشخاص وإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم. أكد رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أن الحوار الوطني في تقدم مستمر كان ذلك خلال إشرافه على ندوة الوطنية حول التعداد العام للسكان والسكنة 14,000 وقد تطرق العريض كذلك إلى موضوع منظومة الدعم مبينا أهمية مراجعة هذه المنظومة من أجل توجيه الدعم لمستحقيه على حد تعبيره. هذه القضايا الاجتماعية متاع منظومة الدعم اللي بكلها تزنت معناها تقريب قد ميزانية التنمية أكثر من 5 مليار دوات من الدنانير قاعدين ندبحوا فيها في جوانب الدعم تحتاج إلى ترشيد كبير لأنه نجم كما نقولوا بالتونسي نربحوا جزء كبير من هكا المال من غير ما ننحوا الدعم على ناس اللي هما معناها لبس عليهم النقصوا لهم شوية دعم باش نوجهوه للاستثمار في الجهات إلى آخره. هذا جانب وأكدت أيضا على موضوع الصناديق اللي هو صناديق هذه جانب اجتماعي بحت اللي يحتاج إلى مراجعة وبدينا فيه في الحقيقة والدراسات توجدت الآن وثم مجموعة كبيرة من المقاربات إن شاء الله في استقرار البلاد القادم إن شاء الله تأخذ حظها من الشراكة الجماعية والحوار الوطني اللي باش نفضوا فيه إلى مجموعة من الخيارات باش نحفظوا ديمومة باش نحفظوا توازن المجتمع. الحوار الوطني للطاقة في تونس أي مستقبل انعقد هذه المرة في ولاية المنستير موضوع الطاقة الذي أصبح يهم المواطن أكثر فأكثر. هي الحلقة 22 في سلسلة اللقاءات الجهوية حول الحوار الوطني الخاص بالطاقة في تونس قطاع أصبح يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المدني بالمنستير. الصياغات اللي قمنا بها إلى حد الآن كان فيها تفاعل كبير مع المواطنين وعلى المجتمع المدني ستمكننا من بلوغة رؤية استراتيجية واستشرافية جديدة إن شاء الله نبدأ بها أفاق بلادنا. قطاع الطاقة أضحى هاجسا يؤرق جيب المواطن فكان السعي للبحث عن سبل ترشيد استهلاكه.
إذا كان ما نوصوش نعملوا استراتيجية قوية في ترشيد استهلاك الطاقة ما نش نوصل شيء، وخاصة توا قاعدة معناها الطاقة قاعدة تغلى وإحنا نستوردوا معناها في المحروقات ونستورد في حاجة كبيرة. لكن إلى جانب هذا يلزم زادها الهياكل هذه اللي كلفتها الدولة باش تعمل، يلزم تقوم بالدور تاعها، مش بتعرض روحها في التلفز ولا تمشي تخرج لبرا باش تعمل معارض، يلزمها تدور وتهون من الميزانية نتاعها في الجهات باش نعملوا المعارض نتاع هذوما كل ما هي تجهيزات معناها في الاقتصاد في استهلاك الطاقة. الترفيع في معلوم الاستهلاك الكهربائي لبعض القطاعات الصناعية دفع العديدين للبحث عن بدائل أخرى. قاعدين نشوفه توحنا تو حاليا في طور هيك تفكير في إعادة النظر في شو اسمه البيتكوك هذا الشربون نجيبه فيه، تو فما شركة في معامل الأسمنت يمكن يستعملوا فيه، مازلنا ما نعرفوش شنو من التأثير البيئي عليهم بالنسبة للوكالة الوطنية للبيئة مش نشوفه معهم، ونحاولوا نلقاوش بديل، فما بديل اخرى بالنسبه للطاقه بتاع البيوماس هذه ازمه ينتظر الكثيرون انفراجها مع مشروع قانون ينتظر المصادقه عليه حول تحرير وتصدير انتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجدده. القانون هذا كان نقول قانون جديد، هو لكن جديد في محاوره لانه لاول مره ستكون لنا في تونس قانون يخص بطاقات متجدده، وخاصة معناها كانت صعوبات في تفعيل المشاريع. المشاريع يعني كانت مرتبطة أكثرها بستيك شركة تونسية كهرباء والغاز. وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع الطاقة في تونس هدف هذه اللقاءات الجهوية والتي شرفت على الانتهاء في انتظار ما سيسفر عنه الملتقى الوطني في الأيام القادمة. في ولاية باجة يعيش القطاع الصناعي على وقع إشكاليات عدة، من أهمها ما يعرف بالوضعيات العقارية للمناطق الصناعية ومشكل هنشير بوموز بمعتمدية إمجاز الباب، إلى جانب وضعية الشركة التونسية للسكر بالمنطقة الصناعية بباجة الشمالية والتي تعاني من بعض الصعوبات جراء تعطل منحة تكرير السكر الخام المتصلة بديوان التجارة، ما أثر سلبا على التوازنات المالية للشركة. كما يعاني القطاع الصناعي هناك من غياب الاستثمارات وغياب المواكبة للتكنولوجيات العالمية، إلى جانب وضعية مصنع الأسلاك الكهربائية الألماني. مجمل هذه الإشكاليات كانت محل بحث من قبل كل من مدير عام الشركة التونسية للسكر والمدير العام التجاري لمصنع الأسلاك الكهربائية خلال زيارة وزير الصناعة مهدي جمعة للولاية رفقة سفير ألمانيا بتونس. انبثقت الزيارة هذه جملة من التوصيات أهمها إبرام جلسات على مستوى وطني لتجاوز عدة إشكاليات ودعم منظومة السكر وهذه الاستراتيجية اللي إن شاء الله باش تشمل كافة الشمال الغربي. أيضا تطرقنا مع الإخوة في اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل الإشكاليات الأخيرة في مصنع كوابل السيارات، وإن شاء الله الجهة بدأت تحتل مرتبة طيبة في جلب الاستثمار على مستوى وطني، وهذا يزيد الدعم بمشاريع جديدة إن شاء الله في القريب العاجل. انطلقت عشية اليوم فعالية الدورة الأولى لصالون التغليف الغذائي والمشروبات إحدى قاعات مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كانت فضاء لهذا الصالون. التغليف بكل أصنافه والتعبئة بكل أنواعها هما الوجه الثاني لأي منتوج، لما تعطيه هذه العملية من قيمة مضافة للسلعة. هكذا يرى المختصون المشاركون في الدورة الأولى لصالون التغليف الغذائي والمشروبات. هو الامبلاج دو بلوز ان بلو توا واخ والقيمة نتاعو تو باش تقدم لو برودوي نتاعك والايماج نتاعك سور لو مارشي امبالي ميو فوندر ميو. وتم في اليوم الأول من هذا الصالون عرض التقنيات الحديثة في هذا المجال، منها بالخصوص طرق كتابة تواريخ صنع المنتوجات فضلا عن تواريخ نهاية صلاحيتها. فما تقنيات مثلا كما داتا ماتريكس، هذا هو جاي في جنراسيون بعد الكودابار يحطوه في المنتوجات تاع الصيدلية وكل شيء، ويعطيك بالضبط وقتاش تصنع وشكون صنع ومدة الصلاحيات، ويعطيك توت لي زانفورماسيون تاع لي زانغريديون زاد تاع البرودوي هذاك وكل شيء تلقى فيه في الداتا ماتريكس. التعبئة الورقية والبلاستيكية وكذلك المعدنية كلها أنواع تغليف حضر عارضوها إلى هذا الصالون لتعريف بمنتوجاتهم وبما وصلت إليه التقنية في هذا المجال.
في سيدي بوزيد دعم التنمية المحلية هي الديمقراطية التشاركية كان عنوان الندوة التي نظمتها جمعية الإحاطة بأصحاب المشاريع الصغرى التي تواجه صعوبات. الندوة حضرها عدد من ممثلي المؤسسات التي لها علاقة بمجال بعث المشاريع، وتم خلالها التعريف بالتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية وسبل خلق المشاريع الصغرى. وقد عبر المشاركون في أشغال الندوة عن أملهم في إيجاد حلول لإشكالياتهم في مجال الاستثمار. عملنا ندوة هذه اليوم بين أصحاب البعثي أصحاب المشاريع وبين المسؤولين باش نقربوا المسافة بيناتهم، باش نحاولوا نذلوا الصعوبات قدر الإمكان. الصعوبات هذه تتمثل سواء في التمويل ولا في تكوينهم ولا في إرشادهم. فكرت في مشروع فريقوات في المنطقة تاعنا، بحكم المنطقة ذيك ناقصة يعني المشروع هذا، لكن لقيت صعوبات في أول حاجة الضوء، خطر خط الثالث يسحق خط الثالث المشروع هذا والتمويل. الجمعية هذه معناتها فيها برشا صفات معناتها متوفرة فيها، وكل أكبر حاجة معناتها لقيتها فيها اللي هي عملت لي فورماسيون، وهي إن شاء الله باش تكون الضامن الوحيد معناتها مع البنك. معتمدية الشراردة من ولاية القيروان تعاني من مشاكل تنموية جعلتها تفتقد لعدة مرافق أساسية، من أهم هذه المرافق الأمن الذي تسبب غيابه في هذه المنطقة في تنامي الجريمة. تعاني معتمدية الشراردة عديد المشاكل التنموية التي أثرت بشكل واضح على الحياة العامة لمجمل المواطنين. الجانب الأمني بات أيضا من أبرز الضروريات في ظل تواتر أعمال السطو والسرقات على الممتلكات العامة والخاصة وما خلفته من ذعر وخوف. فرعك نام، ما عدناش فرع ستيك، ما عدناش فرع سونيت، ما عدناش في آخر المعنى والفاتك أغرب أن البقعة هذه ولت مستهدفة من بالسرقات. الحرس الوطني ما يتمتعش، ما عندوش سياره علاش يتنقل. ولادنا ما يقولش منين يطلعوا المكت، ولادنا ما ثماش منين يمشوا المكت. هاي نهزك تو شوفه امس جبنا له تراكس تقلبت غاديك، ويقول كان نخدموا في العبيد واحد غاديك في البير الحلو عندنا نيه زيعه تجي 300 طن بطاط، ما يقولش لا منين يدخلوا لا منين يخرج. احد ممثلي النقابه الجهويه لقوات الامن اكد انه سيتم تعزيز مركز الامن بالشراردة بالحاجيات الماديه والبشرية، كما أكد والي القيروان أنه يسعى لإيجاد حلول لمجمل المشاكل. خلتهم عندهم سيارة، أنا في الإطار هذا اتفقنا مع السيد مدير الإقليم تاع الحرس الوطني كونوا يكثف دوريات غديكة ويكلف الخيان غديكة خاصة قوات التدخل وكل باش يكثفوا الدوريات الى حين نصلحوا السياره هذه. النقص راهو مش كان على مستوى الشرارطه، بالنسبه لتنامي الجريمه موجوده في الجمهوريه التونسيه كامله. اللي مباركوه هو اليقظه نتاع زملائنا، فهمتني، والاستعداد للحد من الجريمه من ظاهره السرقه، الجريمه المنظمه بصفه عامه. إن شاء الله في أقرب الأجيال نوصل للحلول. الصعوبات التنموية وغياب الجانب الأمني دفع سكان الشراردة للاحتجاج وإغلاق الطريق الوطني أمام المارة، يعقبها تطمينات من المسؤولين بإصلاح الأوضاع. أضرب في جابس أعوان المصب المراقب للفضلات المنزلية لليوم الثاني على خلفية مطالب مهنية واجتماعية. هذا الإضراب تسبب في توقف نشاط هذه المؤسسة البيئية الهامة. الإضراب جاء على خلفية مطالب مهنية ولما اعتبره الأعوان العاملون بهذا المصب تجاهلا من قبل الحكومة لمطلبهم المشروع في عمل تضمن لهم فيه كل حقوقهم المشروعة. هذا اليوم الثاني للإضراب قطاعي في كامل طراب الجمهورية في كامل المصبات، نظرا لتعثر المفاوضات ما بيننا وبين سلطة الإشراف والشركات المستغلة لهذا القطاع. العاملون بهذا المصب يؤكدون أنهم يعيشون معاناة كبيرة جراء التهميش وبالنظر إلى دقة العمل الذي يقومون به. الراتب الشهري للعمال ضعيف جدا، حيث أن هذا يأثر على المردودية في العمل وغيرها. لكن ونجم نذكر أيضا فما برشا عنا المشاكل نتاع الكلاب السايبة، عن الروائح كريهة صادرة خاصة من المياه الرشح. طلبنا بإلغاء المناولة أو إحداث شركة وطنية تحل محل هذه الشركات،
لكن ما رأنا إلا أن الدولة استغنت على علينا القطاع هذا ومشت إلا في اتجاه العمال الحراسة والنظافة. في انتظار تسوية هذا الملف لجأت بعض البلديات إلى تكديس الفضلات المنزلية أمام المصب المراقب للفضلات المنزلية وببعض المصبات العشوائية لتزداد بذلك الوضعية السيئة للمحيط أكثر سوءا. النهارة هذه قليل تو اللي يهز البوبالات وكي باش يفرغوا فيها ويفرغوا فيها في بلايص مش ملائمة، مصبات عشوائية، وذاك يزيد يضر البلاد أكثر. جيت الصباح للمصب نلقاها مسكر، قالوا درا شنو هذا، شنو عندهم طلبات؟ قالوا لي برا أخر صب لبرا. شنو هي الأسباب؟ مانيش عارف أنا. تو هذا يسيء للمحيط. يسيء للمحيط، شنو نعمل؟ شنو نقول ما نظفش البلاد زادة؟ في جابس الملف البيئي معقد وزادته الفواضل المنزلية تعقيدا. وفي ختام هذه النشرة نورد هذا البلاغ لوزارة الداخلية الذي جاء فيه أنه بمناسبة إحياء الذكرى 61 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد وتنظيم الاتحاد الجهوي للشغل بتونس غدا مسيرة نقابية تنطلق من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة إلى غاية مكان الضريح بشارع باب بنات مرورا بشارع المنج سليم فساحة باب سويقة ثم نهج باب سويقة فشارع باب بنات. أقرت الوزارة ما يلي: يمنع وقوف العربات بجميع أصنافها غدا بداية من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال بالشوارع والأنهج التالية: شارع المنج سليم بالعاصمة، ساحة باب سويقة، نهج باب سويقة، باب العلوج، شارع باب بنات، ساحة القصبة. كما يمنع جولان العربات بكل من شارع باب بنات وشارع المنج سليم بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال في اليوم نفسه. وبهذا نصل لختام هذه النشرة، إلى اللقاء.